انا كنت واحد من الناس اللي احنا بنتناقش هو احنا هنفكها ولا هنبيعها، هندعمها ولا هنقفلها، هو احنا هنعمل ايه بالناس اللي عندنا دول كلهم؟ طب احنا نجيب ناس من بره يقولوا لنا، لا احنا نجيب ناس من جوه يقولوا لنا، لا انت تخش يمين لا خش شمال. وانا يعني حدي زي ما احنا بنقول الفرصة ان احنا اتأخرنا في ان احنا ناخد قرار، علشان هقول ان احنا كان نفسنا نوصل للحل الامثل، هقول ده. انما 20 سنة واحنا بنحاول نوصل لحل امثل، ده معناه ان احنا ناس مش عارفة عايزة ايه، وهو ده اساس كل النقاش، هو انت عايز ايه بالظبط؟ والحل الامثل يبدا بانك تجرب. انت ما بتخترعش ذره، انت مش اول دوله يبقى عندها اعلام تضخم ترهل اصبح عبء اكبر على الدوله، فقد مصداقيته تماما امام الجمهور المستهدف تماما، انصرف عنه الناس تماما، وبداوا يدوروا على وسائل اخرى تخاطبهم. عندك القدرة انك انت تعود؟ اكيد. عندك لسه جذور عند الناس انك انت تقدر تخاطبهم؟ اكيد. ولكن في خطوات كتيرة لازم تاخدها. اذا مين اللي يقرر انا عايز ايه من الاعلام؟ الاكاديميين ولا الاعلاميين ولا الدولة ولا المواطن؟ طب ما نسأل نفسنا السؤال، هو مين اللي يمتلك الاعلام؟ المواطن. مين اللي المفروض يديره؟ الدولة. مين اللي بيمثل المواطن عشان يبدأ يتكلم انا عايز ايه من ملكية المواطن دي؟ لان انا لما الدولة تطلع كل شوية تصرخ وتقول انا مش قادر انا مش قادر ومش بستحمل وبيخسر ويلي 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 ويلي، طيب يبقى انت بتديريه غلط نيابة عني، مش ده ملكي؟ يبقى انت بتديريه غلط. واذا كانت الادارة غلط اغير الادارة. يعني المسائل يا جماعه بتقال 1+1=2، ما ينفعش ان احنا ندخل نعمل 1+1=5 واستنى شويه عشان اوقع الاستاذ اسماعيل استلف منه الباقي واخد من حزيم نص ونقنعكم، ما فيش الكلام عايشه معاكش. طيب يبقى خلينا نشوف ايه اللي احنا محتاجينه عشان نعيد الهيكله قبل ما نقول اعاده الهيكله. محتاجين رؤيه، ماذا نريد من الاعلام؟ هل احنا عايزينه يبقى اعلام خدمه عامه؟ ده توجه مش كده، ولكن اعلام الخدمه العامه له مواصفات. ما انا ما اقدرش ادخل التلفزيون بتاع الدوله والاذاعه بتاعه الدوله الى مرحله انك انت خدمه عامه وانا عندي 35 قناه انا مش عارف ابعادهم ايه، مين دول، ايه هو في ايه، بيقولوا ايه، بيكلموا مين، صح؟ لان اعلام الخدمه العامه اللي موجود في كل حته في العالم زي ما حضراتكم بتقولوا لا يهدف الى الربح، وبالتالي لا يتوسع التوسع اللي احنا شايفينه ده كله، ولا يهدف الى السيطرة، وبالتالي ما عندوش رسالة موجهة، ولكن عنده معلومات بيقدمها لك وانت بقى اللي تاخد اللي انت عايزه، حتى بالولايات المتحدة الامريكية. ولكن لا تتوقع منه انه يطلع يقول يكون اعلام مشهور. يعني ما تجيش لاعلام الخدمة العامة وتقول له انت ليه مش قادر تدافع عن مصر؟ ايه اللي بدافع عن مصر؟ إيه؟ انا خدمه عامه، انا موجه لجمهور معين. فاذا عايزين نعرف نحدد له عايزين منه ايه، وبالتالي نحدد له جمهوره المستهدف مين، هو خارج يخاطب مين الاعلام، خارج يخاطب مين الاعلام، بيخاطب ناس وعارف جمهوره المستهدف ايه. يعني انا عايز الاعلام الخدمه العامه بتاعي ده، طالما قررنا بقى انه يبقى خدمه عامه، هيبقى خدمه عامه فضائيه ولا ارضيه بس؟ وهيبقى الإذاعة دي بكل توجهاتها ولا لا؟ أنا عايزه يكسب ولا مش، ولا أنا هصرف عليه عشان أتحكم فيه براحتي؟ كل دي أسئلة. ولو هتلاحظوا إن معظمنا ما عندوش حل، إحنا مش جايين نقعد هنا عشان نقدم حل على فكرة. إحنا جايين وبالأمانة، لأن مش هنعرف نقدم حل في جلسة واحدة ولا جلستين ولا ثلاثة، بس إحنا بدأنا نفتح صندوق لازم يتفتح، وأنا بحيي الجامعة لأن جهة حيادية تماما، جامعة جايبه مجموعات مختلفة رأيكم، كلنا أكيد رأينا هتكون مختلفة، علشان يقدموا رؤيتهم للموضوع ده. ولكن أنا لو جالي حد وقال لي أستاذ محمد من بكرة الصبح أنت المسؤول عن المنظومة دي، أنا هيكون لي توجه وهروح أخد قرارات حاسمة فيها. إنما من الواضح إن مفيش حد عارف هو مين المسؤول عشان نكلمه علشان ياخد قرار
او على الاقل يقول لنا عايز ايه، يعني ماذا نريد فيها. طيب نخش بقى. وعلى فكره انا من الجيل بتاع الو مصر التامين المسلسل امتى، كلنا بنبص للاعلام ونفكر في الحاله دي اللي عشناها زمان او شفناها من الاعلام. يا جماعه الدنيا اتغيرت في العالم كله كله، الامن العام والامان العام والرساله الموجهه والكلام ده كله عفى عليه الزمن، خلاص خلص انتهى. وانتم بتجبروا الناس في اوقات كثيره جدا لو انت لم تعيد الهيكله، وده العنوان اللي احنا بنتكلم فيه، والتنظيم عندك في اعلام الدوله، انت مش بتفقد فقط المصداقيه، خلاص انت بقى خلاص دخلت في مرحله ان انت بتخش على مرحله انك لازم تقفل بقى، انتهينا، ما عادش ينفع انك انت تستمر بهذا الشكل. معظم اللي بيتكلم عن الحياد في اثناء اعاده الهيكله، انا اسف حياد ايه؟ حياد مين؟ ما عادش في حياد في العالم في اي حاجه. ليه؟ لان لو قعدنا نرتقي بالحياد شويه بشويه هنلاقي في الاخر ان الصراع في اي حته وبالنسبه للاعلام وحتى الان في مصر هيكون بين اتجاهين، اتجاه الراسمالي، يا عم الحاج ده ناس خسرانه مع السلامه مش عايزين اقفل الليله دي كلها، يا اما تبيعها يا اما تخصخصها، يا اما اتجاه يميل الى الاشتراكيه والى اليساريه، لا الدوله ومن حق المواطن ومن حق كذا، وانا مش حميل لاحد فيهم، بس ارجوكم واحنا بنتكلم نعرف ان احنا بنتكلم على اتجاهين سياسيين من الاساس، اساسا سياسه، اساسهم السياسه، وان احنا بنقول لازم يكون مستقل، ده صحيح، توجهه العام لو كان مستقل اساسا علشان يبدا يقدم خدمه عامه، ده جزء من سياسه تميل الى فرع من فروع السياسه الرئيسيه في الحياه. فاذا احنا عندنا لازم نختار السياسه اللي احنا عايزينها ايه، بس ما نقولش لا ما يكونش مسيس، لا هيكون مسيس طبعا، مين قال مش هيكون مسيس؟ احنا ما بنتكلمش في يوتوبيا هنا، لا هيكون مسيس، ومحدش يقنعني ان احنا في يوم من الايام هنمنع سيطره دوله او محاوله الدوله ان تستغل ده، انما السؤال اللي بيطرح نفسه في اعاده الهيكله المرحليه بقى، انا مش عايز اقول ان بكره الصبح قوموا هيكلوه شكله صح جدا، لا، إعادة الهيكلة يجب أن تكون مرحلية، ونقرر من المرحلة الأولى لمدة 5 سنوات إعادة الهيكلة هتكون بالشكل الفلاني عشان نحضر نفسنا لإعادة الهيكلة الصحيحة بعدها اللي هتقودنا إلى 1 2 3. فإعادة الهيكلة تبدأ المرحلية بتاعتنا ونبدأ نتحرك عليها، ونقول وبهدوء شديد جدا أن الدولة الآن تحتاج إلى التخاطب مع الجمهور المستهدف لأن مصر في خطر، نقطة. أن الدولة تحتاج أن هي توفر الميزانيات اللي بتعملها، ويجب اتخاذ قرارات حازمة حاسمة جدا، لأن انتوا عارفين الفلوس والإهدار فيها جاي منين. أن أنا كأطلع كقطاع في تلفزيون أو في إذاعة أقول أنا بعمل لك خدمة اديني فلوس من عندك، انت لك الاختيار بقى هنا كدولة صاحب الميزانية، لا يا عم حبوش مش عايز ادفع لك ده كله، يبقى اذا لو سمحت ما تطلبش مني اعمل لك ده، واسمح لي اشتغل تجاري. يعني ما هي مسائل محسومه، ليه عايمه كتير قوي كده؟ وليه قاعدين فيها سنين كتير جدا؟ وايه راي حضراتكم ان احنا نعمل حاجه ونطالب الدوله بشيء لطيف قوي؟ وانا بقول بطالب الدوله، انما انت مش عارف اكلم مين لما اجي اكلم الاعلام، يعني هل اتوجه مثلا لنقابات؟ هل هتوجه لاتحاد اذاعه وتلفزيون؟ هل هتوجه لوزاره اللي ما عادتش موجوده بس هي موجوده بس انتوا مش واخدين بالكم؟ هل هتوجه الى مجلس الشعب اللي هو مفروض في لجنه اعلام، ومفروض ان هو بيمثل الشعب اللي هو مفروض يمتلك الاعلام، صح؟ طب هروح لمين؟ اذا كان اللي بيشتغل مش عاجبه التشريعات، واذا كان المشرع مش فاهم احيانا ايه توجه الدولة لانه عايز يشرع بناء على توجه الدولة، فخلينا نكون واقعيين شوية ونقول ان احنا مرحليا محتاجين ان الاعلام يكون له توجه في مواجهة الاخطار اللي بتواجه الدولة وليس النظام وليس الحكومة، هو ملوش دعوة بده، هو ليه دعوة الدولة اسمها مصر، محتاجة اعلام قوي ان هو يبدأ يتحرك على اساسها، ومحتاج ان هو يعيد هيكلته عشان يعرف انه ما عادش هيعرف يحط ايده في الجيب او يقول ان ده من حقي، ان انا اجيلي فلوس وتديني فلوس عشان بعمل لك خدمه،
لان في متبرعين كتير جدا جدا مستعدين يعملوا الخدمه وبيعملوها النهارده ومبسوطين جدا وهم بيعملوها، وبيقولوا احنا بديل اعلام الدوله واحنا قادرين ان احنا نعمل ده واحنا قادرين ان احنا نقف هنا، واكثر قدره على الهيكله، اكثر قدره على التنظيم، واكثر قدره على التحرك. مشكلتي ان الاعلام اللي احنا بنتكلم عنه في كل القطاعات سواء العام او الخاص على فكره كله خارج من نفس المبنى. لو احنا بنتكلم على التلفزيون والاذاعه، ما هم كلهم واحد، كلهم واحد، ولكن لازم نقول هناخد قرار. حضراتكم هنطلع من ندوتنا دي ومن كلامنا ده بتوصيات، مش كده؟ تمام. هل نقدر حد يقول ويقول لي هو في كم توصيه اتعملت قبل كده؟ هو في كم دراسه اتعملت قبل كده؟ لا انا مش هكمل 3 دقايق، ما تقلقش انا مش محتاج. وبعدين انا اتكلمت 10 دقايق بالظبط، في غيري اتكلم تلت ساعه. انت اشمعنى يعني انت جاي علينا؟ طب ماشي يا دكتور. طب هم راحوا فين؟ الفلوس اللي احنا دفعناها في اعاده هيكله التلفزيون المصري، وانا عارف كويس جدا ان في دراسات اجنبيه اتعملت لاعاده هيكله التلفزيون او خصخصته من جهات اجنبيه، والدراسات دي قدمت لوزير اعلام سابق وموجوده حتى الان، ومصر دفعت فيها ملايين، راحت فين؟ كل موجود بيعمل ايه؟ بنك في الدرج، مش كده يا استاذ جمال؟ صح، في الدرج. بس طلع دلوقتي في لجنه ال50. كل حاجه كل شويه نطلع ونوري ان احنا عندنا، ونروح مدخلين درج تاني بدون ان ناخد قرار. اللي انا شايفه لو احنا اخدنا قرار غلط احسن 1000 مره من ان احنا نقعد 20 سنه بندور ناخد قرار ولا ما ناخدش، وهناخده امتى. بشكركم.